احتفالية جميلة جدا. الواحد كان مفتقد حاجة زي دي دايما. احنا كنا بنحس ان احنا، مش هكذب عليك، ان احنا مهدور حقنا في موضوع الميديا وفي موضوع السبونسرز الكلام ده كله، بس النهاردة الحمد لله بقى عندنا اهتمام اكبر من فودافون، ان حد زي فودافون، شركة كبيرة زي فودافون، هي تبقى السبونسر بتاع المنتخب بتاع الاتحاد. دي حاجة كبيرة وعاملين لنا احتفالية اي حد يحلم بيها. طبعا شايف تكريم فودافون طبعا من قبل البطولة، بقالوا اكتر من سنتين معانا في كسبونسر. بشكرهم جدا جدا على حسهم ان الحمد لله اللي دائما يظهروا ان منتخب مصر الهاندبول مهم في مصر وقد ايه بيسعد الناس. احنا الحمد لله علاقتنا بمنتخب اليد علاقه قويه جدا، وبالجهاز اللي قائم على النجاح دوت، واحنا بنهني المنتخب بالانجاز الهائل ده. جددنا عقد الشراكه بتاعنا لان احنا عارفين ان احنا عندنا أولمبيات قادمة فيريسون، وعندنا بعدها كاس عالم. أكيد إحنا أي حد في الرياضة بالذات بيقدم دور مختلف وريادي، ده بيبقى مهتمين قوي إن إحنا نبقى بندعمه. جيل عنده مسؤوليه كبيره جدا ان هو يحقق حاجه. انا بتشرف ان انا موجود في وسط الجيل ده، لان احنا بنحقق انجازات محدش كررها قبل كده ومحدش عملها قبل كده.